لو سألت نفسك انت فين دلوقتي، هترد على نفسك هتقول لنفسك ايه؟ انت وسط كام بني آدم؟ الحزن هو المسيطر على كل جمهور السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت، اللي يعرفوا عن قرب واللي متابعوا واللي استمع عنه بالصدفة. محمد المغربي من الشخصيات اللي تدخل القلب من غير استئذان. بالنسبة للجمهور مش شخص عادي، قدر بمحتواه وأخلاقه العالية يمثل جزء كبير من يومهم. النقيب دكتور محمد المغربي اتعرض الساعات اللي فاتت لوقعة سير، وبسببها هو بين الحياة والموت. وكل اللي أكيد هو محتاج دلوقتي إن بحق كل معلومة وكل فيديو هدف قدمه لجمهوره إنكم تدعوا له يقوم بالسلامة ويرجع زي الأول، كله أمل وطاقة وروح حلوة. طب إيه اللي حصل للنقيب دكتور محمد بالظبط؟ وليه الواقعة اللي حصلت له هزت كل السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت؟ ومين محمد المغربي؟ وإزاي قدر يوصل لقلوب الناس بالشكل ده؟ تفاصيل كتير في حياة النقيب الدكتور محمد المغربي. بعد ما كانت صفحته الشخصية على السوشيال ميديا مليانة بالصور المفعمة بالحياة والأمل والضحكة الحلوة، الكل اتفاجئ بصورة غريبة على غير عادته، وده على صفحته، سببت صدمة لكل جمهور. والتعليق عليها: اتعرض الدكتور محمد مغربي امبارح لحادث اتسبب في قطع اوتار اليد اليسرى والعضلات، مما استدعى دخوله العمليات واجراء جراحه دقيقه تحت بنج كامل، وهو حاليا في مرحله الافاقه. والبوست ده بناء على طلبه للدعاء للدكتور محمد ان ربنا ينجيه. ومن هنا السوشيال ميديا اتقلبت، والتعليقات على المنشور كلها دعوات بالشفاء ليه، وبيبان قد ايه هو انسان محبوب من الكل. اخر فيديو محمد المغربي كان نشره على صفحته كان تحت عنوان عمرها ما كانت بالمظاهر، والدليل التجربة دي. زي ما متعود دايما بيشارك جمهوره مواقفه وتجاربه علشان يستفيدوا زيه بالظبط. المغربي كان بقاله فترة غايب عن السوشيال ميديا، ولما قرر يرجع لجمهوره تاني رجع، بس وهو عامل الحادثة اللي خضت كل الجمهور. محمد كان عنده أمل يرجع يكمل مشواره وفيديوهاته زي ما متعود وأكتر، وقال اعذروني على الغيبة بس خير كبير جاي بإذن الله، وفقني الله وإياكم. هو أكيد خير طبعا، ربنا ما بيجيبش دايما غير الخير. المغربي نشر صورته هو في إيديه شهادة حصوله على الماجستير، وكتب: الشهادة اللي في إيدي دي شهادة حصولي على درجة الماجستير في الطب النفسي والأمراض العصبية، ولو أقول لكم كان وراها تعب وضغط نفسي قد إيه مش هتتخيلوا. فخور إني بفضل الله أخدت شهادة زي دي وانا لسه 28 سنه، وبنزل الصوره دي دلوقتي علشان اشجعكم تنجحوا واشارك فرحتي معاكم. لكن مين النقيب الدكتور محمد المغربي؟ المغربي عنده 29 سنه، من مواليد الزقازيق، اتخرج من كليه الطب وكمل دراسته والتحق بكليه الشرطه لحد ما بقى النقيب دكتور محمد المغربي، وتخصص في الامراض النفسيه والعصبيه، واتكرم من مساعد الوزير بسبب تفوقه واجتهاده. المغربي كان بيقول ان عكس ما الناس شايفاه دلوقتي كان طفل خجول وما كانش بيحب الدراسة، لحد ما وصل الثانوية العامة وتحدى نفسه وحسن صورته قدام الكل وطلع من أوائل محافظته وعلى مستوى الجمهورية. المغربي اتصاب من فترة بمرض لمدة سنتين بسبب أنه شخص رياضي ومواظب على الرياضة واللياقة، وبقى مش قادر يتحرك. طول السنتين دول محمد ما فقدش الأمل، بالعكس بص لنص الكوباية المليان وتعلم حاجات جديدة زي تفسير القرآن وتأمل معانيه، وقرب من ربنا أكتر وأكتر. واللي لفت الانتباه في المغربي قبل شخصيته هي وسامته ومظهره الخاص، وانه متميز في شكله من بدايته لما بدأ كعارض ازياء لبراندات مشهورة، لكن هو فكر ازاي يقدر يقدم محتوى افضل وشق طريقه بالفيديوهات اللي فعلا محتواها مفيد، زي فيديوهات كارما لتوصيل الدين بشكل صحيح ومبسط وبدلائل صحيحة، وفيديو 2% لتوضيح صورة الاكتئاب على 12 مرحلة وازاي بيجي، وبعد حسابات وقت حياتنا على مدار سنين كتير نلاقي ان الصلاة بتاخد من الوقت 2% بس، علاج الاكتئاب هو الصلاة زي ما قال في تصريح لي. المغربي قال ان اكتر حد داعم ليه هو اهله، امه وابوه اخواته، وخاصة اخته الصغيرة الملهمة ليه، اللي مستعد ينحت في الصخر ويعمل كل حاجة علشان يشوفها مبسوطة. سبحان الله، المغربي شايف طول عمره ان المستقبل بايد ربنا، ومش بيحب يخطط للمستقبل البعيد، لكن بيحب يرتب اولوياته وكله على الله في النهاية. نصيحته اللي كان بيقدمها للبنات والشباب ان ياخدوا مقاطع الفيديو بتاعته ويغيروا حياتهم للأحسن، وإن اللي يقدر يفيد غيره عن طريق فيديوهاته ما يترددش لحظة، وقال لعل الخير فيه ويجعل الله في ميزان حسناتي، وأدعو دائما أن الله يستخدمنا ولا يستبدلنا. تخيل حد بالنقاء والأخلاق ولا العلم والحب ده لما تحصل له أزمة أو مصيبة زي اللي حصلت لمغربي، مش هتتقلب السوشيال ميديا عليه؟ ربنا يشفي النقيب الدكتور محمد المغربي ويرجع لأهله وجمهوره بالسلامة. ادعوا له بالشفاء العاجل.